السلام عليكم. في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غادي نخدمو لو باترون تاع لا مونش دو باز. هاد لا مونش دو باز تجي كيما نقولوا على المول تاع اليدين، تجي لاصقه على اليدين. حاجه الاولى نسحقو واحد الاخر، نسحقو لا بروفوندور، ديك لا بروفوندور دي مونشور اللي هي العمق تاع حدث الابط. نسحقو تاني لا لونغور دي مونشور، يعني الطول تاع حدث الابط تاع الظهر، دو اي دوفون، تاع الظهر والامام، دو اي دوفون. نسحقو تور دو بواني، نسحقو تور دو بواني اللي هذا هو تاع لاخر تور دو بواني، ونسحقو لا لونغور تاع لو برا تاعنا، طول اليد تاعنا شحال. هادو هما، هادو ربعا نسحقوهم. حاجة الاولى نجيبو الكورساج اللي خدمناه ديك الخطرة، ديرو ورقة تحت هكا ونجيبو الكورساج اللي خدمناه لا فوا باسي كيما هكا، ونخص تكون عندنا ديجا اون لين نيشان هكا، يعني هكا باش نعبرو العمق تاع لي مونشور، لا بروفوندور دو مونشور كيما نربطو ما بين هنايا لو بوان هذا ولو بوان هذا تاع الدو، ودوفون نربطو بيناتهم ونديرو النص تاعه. نجيو بليكار هنايا هكا، بليكار هكا، نديرو اون لين بليكار هنايا تكون بيربونديكولار على هذاك، قائمه على هذاك لو بوين ميليو تاع لي درناه هكا. من بعد نعبرو هاد لو بوين شحال عندنا، عندنا واحد 16 سنتيمتر. حنا توجور كنا نخدم، راني نخدم اليشيل غيدوي، سي بون، مقياس مصار. عندنا واحد 16 سنتيمتر، هاديك 16 سنتيمتر عقلو عليها، هاهي هاهي لا بروفوندور دي مونشور 16 سنتيمتر، لا لونغور دي مونشور دو اي دوفون. هاد لا لونغور دي مونشور دو دوفون كيش نعبروها، نجيبو بالمتر غيبون، بالمتر غيبون نعبرو هذه تاع الظهر، بالمتر غيبون نعبرو هاد الحرده تاع الابط شحال فيها الطول تاعها، من هنا نجيبو لو متر هكا ونعبرو الثاني. هذه تاع الظهر، وفي الثاني في الاخر في الامام ثاني لا ميم شوز، نعبرو بلو متر غيبون ونعبرو شحال عندنا. عندكم هنايا غير مثال، وانتوما ديروا توجور بلي ميزور تاعكم. نبداو بسم الله، نبداو نديرو 3 لين، نديرو توجور 3 لين. ها هي لا بروميير لين هكا، نديرو لا بروميير لين، لا دوزيام لين باش نعبروها بلا بروفوندور دي مونشور، شين بروفوندور دي مونشور فوا 0.8 عطيني 12.8، سي بون 12.8. نحطها هنايا، ها هي 12.8 تاعي هكا، نرسم لا لين تاعي لا دوزيام لين، نرسم لا تخوازيام لين تاعي. هاد لا تخوازيام لين تاعي اللي هي لا لونغور تاع البغا، جينيرالمون تكون عندنا 60 سنتيمتر، 60، ونحط 60 تاعي هكا، هاهي هكا، هاهي لا تخوازيام لين، هاهي لا تخوازيام لين. بون لا بروميير لين لا تيت تاع لا مونش، لا دوزيام لين لي غادي نخدمو فيها لا لونغور دي مونشور، الطول تاع حدث الابط، وهذه لا لونغور لي كيما نقولو الطول تاع اليد تاعنا. دروك نديرو اون لين هكا في لا مواتي، اون لين هكا في لا مواتي كوم سا. دونك غادي نكدبو لا لونغور دي مونشور هذه
la longueur des mouchures dos et devant. طول حردة الإبط على الظهر والأمام اللي عبرناها. بون هذا مش مننساوش هذا الدو وهذا الدوف سي بون. دونك لا لونغور دي مونشور دو شن نديروها اللي لقيناها نديروها فوا 0.75 سمالا لا لونغور دي مونشور دو فوا 0.75 نديروها باغ اكزومبل هنايا كومسا تجينا هنايا نعاودو لا ميم شوز تاني لونغور دي مونشور دي دوفون طول حدة الإبط تاع الأمام تاني فوا 0.75 ونحطوه هاهي كومسا ونديرو مثلث نديرو ان تخيون هاكا حتى لا تيت تاع لا مونش هاهي هاد لو بغا غادي نعبرو شحال فيه لي نصيبوه نقسموها على ربعة باغ اكزومبل هنايا عندي نقسمها على ربعة هاكا نقسم اون دو بل نقسم هاديك لاخر النص هاهي اون كار لا ميم شوز هنايا تاني كيف كيف هاهي كومسا نقسمهم سيغ كات بون نجي هنايا نجي هنايا ندير ان سنتيمتر من الوسط هنايا ندير ان سنتيمتر ونجي هنايا ندير 1 سنتيمتر سي بون هنا 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر نجي هنايا في الاول نطلع بواحد كيما هكا ندير بليكار نطلع بواحد 2 سنتيمتر بليكار كيما هكا نطلع بواحد 2 سنتيمتر نجي لو دوزيام بوين نطلع بواحد 1.5 1.5 وفي لو ثالثيام بوان ما نديرش تجي هنايا نيشان فيها بالنسبه للامام ثاني نطلعوا بواحد لا ميم شوز نطلعوا بواحد 2 سنتيمتر كا ونجي لا دوزيام بوان نطلعوا بواحد 1 سنتيمتر ونجي لو ثالثيام بوان ما نطلعوش نهودو بواحد ثاني بلاكر نطلعوا باردون نهودو بواحد 0.8 هي 08 ونرسمو نورمالمون نرسمو بالبيروكي بصح معليش ترسمو بيديكم نوريكم بلي تقد ترسم بيديك هي نجي لهنا من لاتيت لاموش نفوت على هذاك الان اللي خرجت به ونفوت على هذيك الدو من بعد الان بعد هنايا ونهودو كومسا تجي هكا مسرحه هذه بالنسبه للظهر بالنسبه للامام ثاني هكا نفوت على هذاك الان نعاود نفوت على الدو نعاود نهود على الان سنتيمتر نعاود نهود على 0.8 و نكمل هنا شوفوا كيفاش تجي بعد نهود هنا لتحت نعبر لو تور دو بواني تاعنا هنا لو تور دو بواني تاعنا نقسمه على 2 تور دو بواني نقسمه على 2 قسمها على 2 للقاوه نحط هذاك لو بوا هنا وهذاك لو بوا هنايا ونربطو كومسا هكا ونلاقيو ها هي ها هي ها هي لا مونش تاع لا باز تاعنا نقصوها بون هنايا قلنا في تور دو بواني هنايا قلنا كي تكون في لاباز كي نبغو نرسمو ان مونطو ولا تتبدل توجور نزيدو ليزونس هنا كي تكون حاجه كيما نقولو فريمون لاصقة على الكور بصح في حاجه واحده اخرى توجور نزيدو ليزونس من 3 سنتيم 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر 3 سنتيم كل حاجه على الوسع اللي رانا باغينا بون هذه هي نهايه الفيديو اللي ما فهمش كاش حاجه يقول لي ولا يزفت في الجروب ولا والسلام عليكم تلاقوا في فيديو ان شاء الله وما تنساوش تخلوا لي لايك الا عجبكم الفيديو ولا ما عجبكم الفيديو الثاني ديروا لي لايك